الأولى رح يكون بدنا 1.5 كوب من البسكوت المطحون، ورح يكون بدنا ربع كوب من الزبدة الذائبة. رح يكون بدنا للحشوة 3 حبات من الكاكا مقطعة لشرائح للطبق الفوقانية، ونص كوب من كريمة الخفق، نص كوب من جبنة الكريمية، ربع كوب من السكر، ليمون، 1 ملعقة صغيرة من الفانيلا، ورمان للتزيين. طبعا هذا الرمان اخر شيء، يعني حركه هيك بس اختياريه خفيفه لطيفه. اوكي، بس انا ما راح احطها لانه حسيت هيك لونه برتقالي حلو، انه هو بس برتقالي. حلو. تمام، راح يكون بدنا قالب متحرك عشان نقدر نطلع التارت من جوا. والوصفه كثير سهله. اول شيء راح نجيب عندي البسكوت، ولازم بالايدين عشان انا بدي كل حبات البسكوت يلبسوا الزبده. تمام، البسكوت ممكن يكون داجستف قلق. ممكن يكون اي نوع انتم بتحبوه. انا بدي انزل بس كل حبات الزبده. بالنسبه للناس اللي عاملين هيك حليات وبحبوا ياخذوا حبوب كامله، ممكن تختار نوع البسكوت اللي بيناسبك. هلا شوفي، حتى يمكن بالحشوه مش كثير رح تكون بتناسبهم الا اذا بدلوا او قللوا من الجبنه الكريميه وبدلوها بشويه لبن. صحيح، انا كثير بحب لما بتحكي لنا بدائل، يعني بحس كل ممكن يستفيد من الوصفه. هلا شو رح اعمل؟ بدي هيك اخلي كل حبات البسكوت تتشرب من الزبده. والتزموا في المقادير. ليش؟ اذا ما عملتوا بالضبط زي المقادير عم بحكي لكم اياها، ممكن انكم توصلوا لمرحله يكون فيها التارت يا اما بس تيجوا تقسموها بتكون محجره كثير، يا اما بتكون مفتفته كثير. انا بدي اياها تكون نص نص، فبدي اياها تكون بالضبط على المقدار بهذا الشكل. وبعدين راح احطهم بالصينيه تاعتي اللي هي صينيه التارت، لازم يكون قاعدتها متحركه عشان نقدر نقيمها بهذا الشكل. شوفوا كيف كلهم لونهم بصير لونهم هيك غامق. اوكي، اتاكد انه كلياتهم هيك صار عليهم من الزبده. اذا حسيتوها جمدت شوي او انه بدها كمان، ما تحطوا كمان زبده، اغششكم هالشغله، حطوا شويه حليب. أوكي. لأن الحليب لما نحطه بالثلاجة ما رح يجمد. أه. فرح تضلها عندي طرية. نجيب القاعدة تاعتي وبنزل فيها التارت. وإذا كان قالب التارت عندكم بلزق، بترشوا عليه من الكسيح على الداير شوي من بخاخ الزبدة عشان تتأكدوا إنه يفك معاكم بكل سهولة. طبعا كل هاي المكونات نقدر نلاقيها بالمؤسسة. كل شيء بالاستهلاكية العسكرية. صحيح. كل شيء جبته من المؤسسة، حتى لما اجيب لكم فواكه بجيب لكم فواكه موجودة بالمؤسسة. والكاكا موجود بالمؤسسة، هلا موسمها اصلا. دائما يفضل انكم تتناولوا اصلا الفواكه والخضار في موسمها. 100%. ليش؟ موضوع الدعاء. انا اقول لك ليش؟ حبيت. هلا كثير بنحب احنا انه نستهلك الفواكه بموسمها، لانه لما بناخذ الفواكه بغير موسمها اما رح تكون مبرده او مجمده، فبالتالي رح تكون كثير فاقده جزء من العناصر الغذائيه اللي المفروض تكون بهذا الصنف الغذائي. وشغله ثانيه اهم، انه مرات لما بتطلع الفواكه قبل موسمها رح يكون اكيد استخدم انواع هرمونات من خلال الاسمده والاشياء اللي بيستخدموها في زراعه هذا الصنف الغذائي او هاي الفاكهه. مشان هيك دائما بننصح انه نستهلك الفواكه بموسمها، لانها رح تكون غنيه بالفيتامينات والمعادن، مش مستخدم فيها هرمونات، نقدر نستفيد منها اكثر ونبعد عن المخاطر اللي ممكن نواجهها في حال اخذناها بغير وسعها. يعني بتاخذوا قيمتها الغذائيه الصحيحه. نعم، بتاخذوا قيمتها الغذائيه الصحيحه 100%. كمان طبعا. مثلا في ناس لا بتفضل مثلا التفاح كل ما كانت حبته اكبر. انا بالعكس بشوف الصغير، حتى اذا بتلاحظي طعم حبات التفاح اللي تكون صغيره مثلا سكريه اكثر، لانه هي ما احتاجوا يستخدموا فيها انواع اسمده كثير لحتى تكبر حبه التفاح وتصير بغير حجمها المالوف. فمشان هيك دائما ما يغرنا الشكل الفاكهه قد ما نتطلع انه هل هاي الفاكهه طالعه بموسمها، هل تم استخدام مواد كيماويه، هرمونات اثناء زراعتها، ولا بنقدر انه احنا نستهلكها مباشره. الكاكا اللي اليوم الاء مستخدماها، يعني من شكلها هي كاكا بنقدر نحكي عضويه قدر الامكان، وكمان من خيرات المفرق اللي اكيد بنوجه لهم تحيه كل المزارعين الموجودين هناك والموجودين بكافه محافظاتنا الاردنيه، واللي دائما عم يطلعوا لنا منتجات جدا لذيذه وصحيه من خيرات هالبلد. صحيح. هلا شوفي ايش رح اعمل، رح اعمل الطبقه الثانيه، رح انزل الكريمه ما في بديل عنها. اوكي، استخدم كريمه سائله
اذا بدكم تستخدموا بودره اوكي، بس البودره طعمها حلو اكثر عشان تكونوا عارفين. وهون في عندي الجبنه الكريميه، تقدروا تجيبوا جبنه كريميه لايت للناس اللي حابين يعملوا هذا الصنف بطريقه صحيه اكثر، او ممكن تعملوا نص لبن نص جبنه كريميه. هنزل سكر وشويه فانيلا، وراح انزل كمان الليمون. وراح ابلش اول شيء بايدي بعدين بالخفاء، بزعجكم شوي. تسالنا سؤال ميادة الحرايري، بتقولنا هل تناول الزبدة والسمنة أفضل من تناول الزيت النباتي؟ شوفوا، إذا الزبدة والسمنة كانوا زبدة أو سمنة حيواني فاستخدامهم جيد ما في مشكلة، والزيت النباتي ما في مشكلة. ولكن إذا كنا مخيرين ما بين زبدة أو سمنة نباتية أو زيت نباتي، فلا، إحنا بنفضل الزيت النباتي. يعني دائما الدهون اللي بتكون نباتية ناخدها بالحالة السائلة تبعها، والدهون الحيوانية ناخدها بالحالة الصلبة تبعها، لأنه هذا الأصل. ولكن إذا ناخد زيت نباتي على شكل زبدة مثلا أو على شكل سمنة نباتية، فهو رح يكون استخدم فيه عملية الهدرجة ليصير من الحالة السائلة للصلبة، وهون بصير جدا خطير. أنا هلأ رح أزعجكم شوي عشان نبلش نخفق بالكريمة. يلا طبعاً إحنا هيك بعملية الخفق رح يكون بدنا سرعة عالية، بس عشان تكونوا عارفين مش بطرطش حكي فاضي، إحنا يمكن هيك نسبح بال منيح دعاء في منطقة الأمان. أنا بمنطقة الأمان بعيدة كثير. وبتقدروا إذا في حدا ما عنده الخفاقة الكهربائية بتقدروا تخفقوها بيدكم. تفرجيكم بس كيف هي بدها تكون، بأنكم أنتم تحاولوا تدخلوا قد ما بتقدروا هواء لجوا بهذا الشكل، وبدلكم تحركوا الصحن بهذا الشكل هيك اذا كنتوا بس عندكم هاي الخفاقه اليدويه. طبعا ببرد شوي او يعني لحد ما يكثف شوي، احنا عاملين واحد مبارح على التارت هاي لانه لازم يضله فتره بالثلاجه اقل شيء 4 ساعات، وهي راح احطها على التارت عندي، وراح احط طبقه رقيقه منها احتراما لوجود اختصاصيه التغذيه. انا بدي اسوي حالي مش شايفه. لا بس شوي انا كثير حابه اعرف انه بعد ما انت خفقتيها حطيتيها بالثلاجه فصارت هيك هاي بالثلاجه محطوطه؟ بس انتم بتقدروا ايش انكم ما تحطوها بالثلاجه، تحطوها مباشره على القالب وهي هيك ولا هيك رح تقعد بالثلاجه. حلو كثير. عرفتوا هاي نزلها، رح احط طبقه رقيقه جدا. هاي شطيره الكاكا. بالضبط. طبعا الناس اللي حابين يعملوا التارت الاصليه بتقدروا ترجعوا على اليوتيوب وتحضروا الحلقه عملنا اللي هي القاعده تاعت التارت اذا بدكم تعملوها بدل البسكوت. بس هاي طريقه سريعه، اسرع من هيك ما في. بتطلبوا منك حلويات صحيه للي عاملين دايت يا لا، بس شوفوني بتذكروا الدايت وبتذكروا الحميه. وانا بتوتر بس لازم اعمل اشياء خفيفه. تمام. بعدين هلا ايش راح اعمل؟ راح اخذ عندي الكاكا واصفطها بهذا الشكل الدائري هيك على داير ما يدور كل القالب. يعني موسى بيسالك سؤال يا علاء، هو بيسالني انا وياكي، قلنا بعيدا عن الطبخ شو رايكم بالمثل اللي بيحكي اللي ما له حظ لا يشقى ولا يتعب؟ احكي لنا شو رايك. بامن انه لما واحد يحكي انا ما عندي حظ يعني معناته هو زي اللي بيحكي انه الله مو معطي حظ،
بس الله بيعطي الكل حظ. صح اكيد. دائما يعني بنحكي تفائلوا بالخير تجدوه ونحسن الظن دائما برب العالمين. مرات اللي بنفكره ما اجانا لانه ما لنا حظ، ممكن يكون ما اجانا لانه رب العالمين خير. اكيد له حكمه انه هذا الشيء ماجله او ما بده يعطينا اياه اصلا، فاكيد ربنا دائما مخبرنا الافضل. فعلا دائما الافضل عنده. يعني احنا اذا كنا عارفين الحكمه ما بعد اللي بيكون صار، يعني مرات بتصير شغله بتحكي الله ليه هيك صار، بعدين لما يمر معك شويه وقت تصير تحكي منيح صار هيك بالضبط، منيح صار بهذا الوقت كمان بالضبط. كثير في اشياء بتتاخر بحياتنا الا بس بنحس بعدين انه فعلا رب العالمين اخرها لحكمه جدا جميله، وبنتعجب انه يعني معقول احنا بنستاهل كل هذا الخير اللي احنا فيه، كل هذا الخير اللي رب العالمين اعطانا اياه. ان شاء الله دائما رب العالمين بيكتب لكم خير وصحه ورزق واستقرار وهداء هداء بال. تحمست زياده الا على منظر الورد الحلوه اللي الا بتعملها حبيبتي. ثانك يو. يلا الحمد لله مش لحالي، بس بتلخبط على الهواء، بس انا شايفها بتلمع. هلا بحكي لكم ايش بتلمع. شوفوا، في حاله كان في عندكم فواكه زي الكاكا خلينا نحكي، واللي هي تعتبر من الفواكه الحلوه وايضا بزبط كثير انها تنعمل مربى، فانا بنصح انه مثلا جبتوا كاكا ادواء للعيله ما حبوها مثلا، لنفرض اذواق مختلفه ما خلصوها، صحيح نقدر نعملها مربى. صحيح كثير بتزبط تنعمل مربى. لا اصدميني انه انت هذا الشيء، انا عم بطلع على النتيجه النهائيه. مربى كاكا. مربى كاكا كثير حلو. ما عمري جربت مربى كاكا بصراحه. هلا بنعمل، اذا ضل معنا وقت بنعمل مربى كاكا. اذا ما ضل نعمل بحلقه ثانيه مو مشكله. يعني هو ما بده وصفه، هو هيك معنا وقت، وكثير متحمسه اشوف كيف بينعمل مربى الكاكا. فكرك بضل؟ اسمه كثير سهل مربى الكاكا، جدا جدا. بدك نشغل الغاز هون؟ رح نكون بدنا الغاز. رح يكون بدنا لمربى الكاكا عشان نقدر نساويه، رح يكون بدنا شوية قرفة وسكر والكاكا. طبعا يفضل انها تكون الكاكا اللي كثير كثير مستوية، تمام؟ هي عندي انا هيك صارت جاهزه. طبعا انا لا، هذا ما بعرف اشغله. كبست كل الكبسات على الفاضي. بكل مرات معمول لك. لا هي اوكي دعاء، هذا بده قلق خلص. دعاء هذا الغاز بده قلق. تمام. هلا بحكي لكم اياه بالضبط، بس نحط شويه مي عشان اطريه واقدر ادهن منه. طبعا انا بغش لما يكون في شيء زي هيك. ايش بساوي؟ شفتوا كيف هيك في فراغات بالتارت هون لونهم ابيض؟ هذول بكتر عليهم من المربى عشان ما يكون مبين ولا اي هيك نقطه ما عليها لون برتقالي. هذول الفراغات تمام، عشان هيك النتيجه النهائيه عم نشوف حبات الكاكا بتلمع وهيك بتحسوا فعلا زي كانها مكرمله. كثير زاكي انه يكون فيه هيك المربى، يكون فيه بس هيك شويه قرفه شهي. ندهنها هيك. هاي هي اللمعه بالمربى مع المي. تمام، هي راح احطها على الطاوله هلا، بس هي لازم تنحط بالثلاجه. اوكي، يعني 3-4 ساعات خلينا نحكي عشان يجمد الكريمه اللي تحت وتكون هيك بس واحده طولها، تكون كلياتها قطعه واحده. شوفوا هلا هيك، هدول المحلات اللي بيكون فيهم مبين كثير الابيض بغطيهم بمربى اكثر، فببطل مبين عندي الابيض، بصير شكلها كلياتها كثير حلو وكلياتها نفس اللون. ابو علي السبيتي من حكمه اربد بيقولنا يسعد صباحكم الجميل، وايضا بيقولنا صباح الفل والورد والياسمين للناس المبدعين وايضا المتالقين. يسعد صباحكم. محمد موسى كمان بتقولنا الاء صباح الفل عليكم. ونهاد الدويكات بتقول صباح النور والسرور ويعطيكم العافيه، بتقول ما احلاكم. شوفوا ما احلى هالورده اللي طلعت معنا. صح كثير حلوه. يلا احطها على الطاوله. ام المجد من اربد عروس الشمال بتصبح علينا وبتقول منوره شف الاء والاخصائيه دعاء، وبتقول يا عيني على السلطه والتارت اللي بشهي كثير. فعليا يعني شكله كثير زاكي. طيب شوفوا ايش رح نعمل. انا في عندي هون، طبعا انا رح اعمل لكم مش المقدار كامل،
بس انتم تقدروا تتحكموا بالمقدار زي ما انتم بدكم. انا هون في عندي شوية من حبات الكاكا، بس راح اقسمهم لهيك حبات اصغر، مش عشان اشي، عشان انا ما بدي اقشرها. شايفين هاي القشرة؟ اذا قمنا هاي القشرة يعني زي هيك بصير كثير اسهل انكم تحطوها هاي زي ما هي زي هيك. تمام. بس انا بحب القشر فيها. صحيح. فايش بعمل؟ القشر يعني الياف اكثر. بالضبط. فانا بقلل بس من كبر القشرة عشان ما تكون هيك انه كبيرة باللقمة، لانه هي ما راح تدوب، ما راح تدوب. فانا بس هيك عم بصغرهم بهذا الشكل. سونيا بتقول لك يا سلام على الالوان والابداع، وبتقول لك السفرة شكلها بشهي، ويسلموا ايديك يا شيف. وايضا رجاء بدويه بتقول لنا صباح الفل والياسمين منورين. ايضا شهد نازر بتقول لنا صباح الخير، ممكن تعملي حلقه تكون عن انواع الدريسنج والصوص اللي ممكن يستخدموها بالسلطات، وكثير بتحب لما بتعملي اكل بحري. ايه مسكاكم. كثير كنت مفكره اعمل حلقه بيكون فيها صلصات، انه بس هيك صلصات، بس حسيت ما بتكون نكهات مختلفه، ممكن تعملي معها سلطات كمان. ممكن. أم رامي كنعان بتسأل هل الحليب مع الشوفان بيرفع السكري؟ مبدئيا الشوفان كثير مناسب للأشخاص اللي عندهم سكري، لأنه غني جدا بالألياف وأيضا منخفض المستوى الجلايسيمي، فكثير كويس للناس اللي عندها سكري، خصوصا لما يكون مع الحليب. بالعكس مناسب جدا، وبنقدر ناخذ منه لغاية كوب يوميا. أنا آسف ما انتبهتش إنكم لساتكم عم بتصوروا هون. خوانة الوادي بتقول يسعد صباحكم بكل الخير، وأيضا هي من محبي الكاكا، بتقول لك ما شاء الله مبدعة. يسعدكم يا رب، كثير منبسط لما تكونوا محطوطين على الوصفات. نوران من العراق بتقول يسعد صباحكم، بتصبح علي وعليكي، وبتقول إنها كثير بتحبنا. يسعد صباحك يا نوران، وإحنا كمان كثير بنحبك أنت وكل حدا معنا. وايضا انتصار بتقول صباح الورد والفل، وعم تكتب لنا من الخليل، تحياتنا لكل اهلنا بفلسطين الحبيبه وكافه محافظاتنا الاردنيه الجميله. يلا حلوين. تمام. انا ايش عم بعمل؟ اخذت كمان وحده من حبات الكاكا، وزي ما حكيت لكم انا ما عم بقسمها هي نفسها، انا بدي بس القشره هاي كلياتها تتقلل، فبغض النظر قديش هي عشوائيه قصها، لانه احنا بالاخر رح ننزل عليها ونضربها، عشان هي بس الهدف انه احنا نقلل من القشره. تمام. دعاء شافتهم مش متحركين زعلت عليهم. زعلت، حسيتهم هيك يعني لازم يتحركوا. يلا بحطهم هون. هلا ايش راح اعمل؟ راح انزل عليهم شويه سكر، السكر راح يخلي المي تاعتهم تنزل، وانتم بتتحكموا بنسبه الحلاوه اللي بدكم اياها. ما نحليهم كثير. تمام. راح نحط كمان شويه ليمون، وراح ننزل شوية قرفة، وبعدين راح نحرك وشمي. طبعا هذا اللي كان المربى اللي احنا عاملينه قبل ما كان فيه قرفة، بس انا لانه اوريدي عامله من هداك، عاملين هذا بده يقعد على النار شي 30 دقيقة. ايش راح اعمل؟ راح اخليه يكون بشوية قرفة، راح اقطع الباقي واتركهم. وطبعا ما راح تكون جاهز، ما راح يكون جاهز المربى لحد ما تخلص الحلقه، بس خلص عرفتوا انتم السيستم، عرفنا المبدا. صحيح. ايوه بالضبط. بتقدروا تضربوهم اخر شيء بمحضره الطعام اذا بدكم اياه يكون ناعم ناعم. تمام. شهد بتقولنا اذا بنقدر نحكي لها نصائح للاشخاص اللي عندهم مقاومه انسولين، رح اخصص لكم ان شاء الله من ضمن فقراتنا الصحيه الغذائيه اللي بتكون عاده يوم السبت والاربعاء خلال فقرات برنامج يوم جديد، رح احكي عن مقاومه الانسولين تحديدا. بتقدروا دائما طبعا تشوفوا هاي الفيديوهات بشكل مثبت على صفحه الفيسبوك الخاصه ببرنامج يوم جديد. هي هيك بس يبلشوا عندي يتدبلوا ويصير لونهم حلو، راح احط عليهم بس شويه مي واخليهم يغلوا لنص ساعه. تمام. ام محمد المشاقبه بتقول يا الاء انه كثير شكرا على الحلقه المميزه، وكثير حابه انهم يستمروا مثل هاي الحلقات بشهر رمضان. اكيد دائما يعني التلفزيون الاردني مخبي لكم مفاجات لشهر رمضان، ان شاء الله بنعلن عنها بالايام الجايه. تم خلصت هيك، واتركوها. شفتوا ما حطيت كثير مي، لان يعني بدي اياها تكون ثقيله،
عرفتي؟ نتركها بتصير مثل المربى اللي حطيته اللي انت حطيتيه على بس هذا فيه قرفه. اها عرفتي؟ فعادي بنقدر نعمل. حبيت فكره اضافه القرفه حتى بتعطيها نكهه مميزه. بتعطيها نكهه مميزه. وهيك بنكون خلصنا.